أمونز مساء الخير. لك مساء النور. مساء النور، كيفك؟ ما تخزينا، يعني اضطرينا نوضح هذا الموضوع لأنه فجأة العالم اللي ما حضرت يمكن أول حلقة عدوا أنه أنت بتحكي باسمه، والعالم اللي حضروا صار أنه لا ما بتحكي باسمنا، علما أنه أنت عندك كتير متابعين وإيه بيوافقوا على الكلام اللي أنت بتقوليه، وأيضا في ناس ما بيوافقوا على هذا الكلام، وهذا الشيء نحن وضحناه من الأول. نحن أول شيء اشتقنا لك والله. وأنا كمان شكل الطقس عندك مسقع جدا والله. جدا والله. مثل هالايام مغيمه الحمد لله. اقول لك معقول ترجع تشرق؟ حسب وين نحن عم نحكي عنا. شو بدنا نحكي عن نحكي عنا والله ليكي بوجود هالعباقره اللي موجودين عندكم، بعتقد حتطفي وحنسكر البلد بالشمال الاحمر ونتكل على الله. ليه هالتشاؤم كله؟ ليه؟ لا مش شايفه، مش تشاؤم، مش شايفه الوضع، مش شايفة التصاريح، مش شايفة تويتات. شو بكي لك أمونز؟ ما هاي لخبرك، ما هو إذا بعد واحد بيطلع وزير من عنا بيطلع بعد بتصريح واحد حنهر عن الكرة الأرضية، يعني حنروح وين بدنا نروح؟ المشكلة يعني حتى بالفضاء ما فينا نروح. أنت بتعرفي مين عايش على الفضاء؟ عندك أبو طمزي والحاشي اللي عنده. طب خي وين بدنا نروح؟ يعني عن جد وين بعد بدكم تاخدونا؟ لو هربنا على الخليج لحقتونا لهون، خلبنا غهربنا على أوروبا عم تلحقونا لهونيك. خي عيفونا، نحن ما عنا خوف. المغترب أو أنا، مشان ما أحكي باسم الكل، أنا كأماني يلي كنت عايشة ولا زلت بالخليج صلي 13 سنة، أنا وإخواتي صلون 20 سنة، ما عنا خوف، ما عنا خوف من إنه والله شيء يصير ضدنا، لأنه ما بيتجنوا على حدا. بس خي عنا قرف منكم، ده عنا قرف من تصريحاتكم اللي ما إلها عازة، عنا قرف من إنكم أنتوا عم تحكوا عم يعني مسحتوا فينا الأرض. طب ما خلصوا من القرف اللي عندكم بعدين نقلوا على دول تاني. بس أماني لا، في ناس بالخليج عايشين وبلا عنده الخوف إنه معقول يتم ترحيلهم في حال صار في تصعيد بالأزمة. صدقيني هن بيعرفوا إنه كدول ما بيتجنوا على الشعب. كم مرة صار كل واحد طالع ومصرح وما مخلى كلمة علينا؟ بيعرفوا إنه الشعب ما خصوا بالحكام. هو عن جد فعلا ما خصنا. بيعرفوا هذا الشيء، بس ما في عندك مشكلة وبيحكوكي بكرامات. خي أي كرامة أنت عم تحكي؟ لك أنت بقلب لبنان، أنت اللي مدعوس على كرامتك. نحن اللي عايشين برا عايشين بكرامة، اللي عايشين برا صحيح عم نشتغل ونقبض بتعبنا، بس عم نقبض. مش مثل اللي عايش بلبنان عم يشتغل وما عم يقبل. مش مثل اللي عايش بلبنان بيمشي بالطريق بخاف يطلع له شي محشي يطلع بعبيته مشقف. يعني مش منه إذا والله صفيتي سيارتك غلط بيجي بيروح سبع قتلة كرمال الصفي، بعدين بيروح العاشي وبيجي المشتاق. خلصنا من سيارة المليون، إجانا لهذا التاني يلي قال مسربين له صوت وهو ما قصده. الحلو حذري شو؟ إنه كلهم ما بيكون قصدهم وكلهم بدهم يطلعوا يوضحوا. يا خيي اذا ما نكون قد حديثكم وانتم فجاه بتصيروا بيسو وبوبي، عشو بدكم تطلعوا؟ يا اما نحن ينقلونا على مثلا زحل على مشتري، او يا اما هن يروحوا على شي محل يخبطوا ويقتلوا بعض ويعيفونا. بس امونس هيطلع ناس ويقولوا لك انه هيدا رايهم بالاخر، يعني نحن ما بنتحمل مسؤوليه راي. مثل ما انت عندك راي كمان، في جزء كبير من الناس والمغتربين على وجه التحديد بيقولوا لك انه هذا الراي ما بيمثلنا. انا ماني سياسيه، انا ماني ما بمثل دوله، حتى لو كان تبع البنطلون، حتى لو كان هو ما كان بوقتها وزير اعلام وصار وزير اعلام. انت كانسان يا خيي انت كنت عايش عندهم، انت بني ادم هيدا فكر. ما انت قبل بيومين من حريه التعبير تبعك كنت عم تتشكر، كنت عم تتشكرهم، بعدين رجعت حريه التعبير منعتك انه نحن نشتم السياسيين. حريه التعبير بتوقف وقتها بتمس بمصالح العالم. بدي اسالك سؤال، هلا الزلمه يلي عم بيصدر لدول الخليج، طب وعنده عيال بلبنان شو بيعمل؟ مين بيساعده؟ تصريح؟ انتوا ليه شو بيعمل؟ شو بيعمل؟ بده يقعد يدعي لله. فصلونا بقى عن جد، ريحونا، ارحمونا، ما بعرف شو، افصلونا، غيروا باسبوراتنا، ما اعملوا شيء، لانه بلبنان ما عاد في شيء الا هالارزه، وهيدي الارزه بكره حيقطعوها ويعملوها بورتكليات ويبيعوها للعالم. طب امونز طبعا عرفتي انه العهد صار مرق عليه 5 سنين، عيطتي؟ الف يعني شو بدي اعيطه؟ عيطته بقيت كم يوم انا قاعده عم ببكي وابكي واشهق وابكي، لانه بعد فاضل 300 يوم تقريبا وشوي وبيخلص. لا مين قال لك انه بيخلص؟ يا هو بيخلص يا نحن حنخلص، في حدا بده يخلص. لا ما بشرك جبران، شو بكي؟ ما هو بده يحمطه.
هلا اذا بده يحنطه هذا موضوع تاني، لانه اساسا هو هذا كائن مفصول، يعني مفصول عن الواقع. نحن بنعرف انه زلمه ما عايش معنا بنفس الكوكب، قلت لك عايش مع ابو طمزي بكوكبه. هلا اذا بده يحنطه يعمل منه مومياء وبيفتح متحف بيطول، يعني بيطول الموضوع. انا بدي اتشكرك على مشاركتك معنا، وبنلتقى كان الله راد الاسبوع الجاي. شكرا لك أموز حبيبتي. ثانك يو ثانك يو باي باي.